توقيعات الإمام المهدي عجل الله فرجه. ذكرت كلمة التوقيع لأول مرة في روايات الإمام الكاظم عليه السلام، حيث كتبها عليه السلام تحت أحد الكتب على نحو التذكير، ولكن هذا الاصطلاح أصبح مختصاً فيما بعد بالكتب أو الرسائل الصادرة عن الإمام المهدي عجل الله فرجه إلى سفرائه ووكلائه وشيعته من العوام، ولقد تميزت تلك التوقيعات بشموليتها وتنوع موضوعاتها. صدرت بعض التوقيعات في الغيبة الكبرى كما في التوقيعين الصادرين إلى الشيخ المفيد، ولكن أكثر التوقيعات صدرت في الغيبة الصغرى، ومن أشهر التوقيعات الصادرة في تلك الفترة توقيع الناحية المقدسة إلى إسحاق بن يعقوب، وهو أحد وكلاء الإمام المهدي في زمن سفارة السفير الثاني محمد بن عثمان العمري، حيث لاقى هذا التوقيع عناية خاصة بسبب ما اشتمل عليه من مسائل ترتبط ببعض القضايا الفقهية الأساسية. ورد هذا التوقيع في مصادر روائية عدة، منها كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي، ومن ثم نقله المحدثون والعلماء كالطبرسي في الاحتجاج والمجلسي في بحار الأنوار، مما جاء في ذلك التوقيع. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب، وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، فأغلق أبواب السؤال عما لا يعنيكم، ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم، والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى.